تعالوا نشوف محافظة الدقهلية هذه الاستغاثات، هذه الصيحات بنضعها أمام المسؤولين. جاي اللي فاتورة ب 8000 ب 7800. جاي لي فاتوره ب 8000 جنيه كهرباء. ليه يعني؟ معرفش، بيقول لي تصفية عداد، أما اشتالوا العداد القديم لقيتهم بيقولوا لي ده تصفية عداد قديم عندك. تصفية عداد بتاعت إيه؟ ما أنا عايز أعرف يعني بتاعت إيه تصفية عداد؟ وأنا مقرئ بقرأ في العداد، فين القارئ اللي بيجي يقرأ كل شهر العداد؟ سايبين لي ده ليه؟ الكهرباء اللي عليها بتجي لي ممكن تجي لي 170 180 200. وصل الكهرباء في شقة ب 360 جنيه. أنا قلبي بوجعني وعندي جاي اللي فاتورة ب 8000 ب 7800. جابوا لي ال 7000 دول قبل كده ورحت خلصت خدوا مني 200 جنيه. ده هم اللي بيشربوا الحبوب المرضان بتوع الشبك كلهم مورمين كده. أنا بهدلون رجعت تاني عملت عداد كارت، قلت أترحم أترحم من الفلوس دي، أعمل خلع عدادي القديم وخدوه. أروح أقول لهم هتجيبوا لي العداد أمتى؟ يقولوا لي العداد حلك 7800 جنيه. قلت لهم لا، ده انا اعطي لكم اخر وصل بتاع 12. قالوا لي ادفعي شهر 12 وهتلنا الوصل واحنا نعمل. خدوا عدادي القديم وخدوا مني الوصولات ويقولوا لي تجيبي 8000 الا 200، اجيبهم لهم من ايه؟ دلوقتي مأجر شقه ومأجر دكان، محصل الكهرباء بقاله سنه ونص ما شفتوش في الشقه، وجايبين لي دلوقتي اولفات مقلفه، ادفعها لهم منين انا دلوقتي؟ ما اولفات انا ما اعرفش، ما رحتش سالت اصلا، انا مش هدفع لهم لان انا ما شفتش المحصل. اتحيلت عليك ها؟ ما انا مش ذنبي برضه، المحصل ما بيجيش ولا بيجي يشوف قرايه ولا بيجي يشوف اي حاجه، والورشه نفس النظام ما بيجيش يشوف قرايه. شركه الكهرباء بتبتزنا، يا تركب العداد اللي هو الكارت يجي لك كل شهر ايه نظام معين ثابت على طول، يا 150 جنيه في الشهر الشقه. طبعا ليا 900 كيلو في العداد والبشوات، يقول لك روح اشتكي زي ما تشتكي. كهرباء جايب لي وصل ب 500 جنيه ووصل بعده ب 500 جنيه، يعني في قلب ب 1000 جنيه في شهرين. ويقول لك لسه كمان عندك في العداد هنحسب لك كمان لسه 1000 جنيه، وهو اصلا بياخد في الشهر 170 180 كل شهر. 3 جنيه 75 قرش 3 اشهر ورا بعض، على الرغم ان العداد فيه 400 كيلو وشويه، انما القرض ما بيجيش خالص. ويجي مره تانية بقى يقوم ايه حاطط لك 400 كيلو مره مع بعض، يدخلك في شريحه تانية بسعر اكتر. طبعا القرض ما عندوش ضمير، بيسيب باقي في قلب العداد ويجي يقول لك مثلا مثلا دفع اول شهر اجي مثلا شهر واحد اجي ادفعه عاطلني مثلا ايه 23 جنيه، ثاني شهر على الاقل 85 جنيه. ليه؟ يقول لك كان في باقي تمام ما جيش عامل دمر لك ليه؟ وتيجي تشوف اقرا اللي في العداد بالظبط، اقرا العداد بالظبط فيها كم متر؟ فيها كم كيلو؟ ما فيش. جايب لي تايفه ثلاث واحد واثنين وثلاثه قاطعين 420 جنيه 423 جنيه. طب راجل موظف، كنت موظف وطلعت عن معاش، اجيب له 423 جنيه منين؟ ثلاث وصولات 12 2015 و1 2016 و2 2016 ب 488 جنيه، ونفس القرايه هي 530، نفس القرايه 530 الاستهلاك 530 في كل وصل. ازاي يعني؟ طب فين اللي بيجي يقرا عشان يجيب لي يعني لا زادت ولا نقصت؟ وفي نفس الوقت جايب لي ايه؟ جايب لي 468 جنيه، 380 جنيه في ثلاث وصولات.